نحن طلاب الجامعة الأسمرية الإسلامية في وقفة احتجاجية أمام الجامعة الأسمرية الإسلامية. التعليم هو الركن الأساسي لتقدم الأمم والشعوب، والطلاب يعقد عليهم العزم في الرقي واللحاق بالعالم المتحضر. لا يعتبر التعليم امتيازا، بل هو حق يكفله المجتمع للمواطن، وهو حق من حقوق الإنسان، وتضمن القوانين والتشريعات هذا الحق. وعلى الدولة أن تلتزم بحماية طلاب العلم والاهتمام بهم وبمشاكلهم. إن من واجب الدولة أن تتكفل بمتابعة تعليم طلابها وتحرص على رفع مستوى التعليم، وإن التوقف المتكرر عن الدراسة ضياع للوقت الطلاب، ضياع لوقت الطلاب وإهدار لفترة من أعمارهم. نحن طلاب الجامعة الإسمرية الإسلامية، طال انتظارنا هذا العام دون جدوى، وكاد الفصل الدراسي أن ينتهي، ولا ساكن يتحرك، ولا أحد يلتفت إلى مصلحتنا وهي من مصلحة الوطن. إن معظم الطلاب يأمل في إكمال دراسته وبناء مستقبله، فكيف تتخيل هؤلاء الطلاب عندما يحرمون من تلقي العلم ويتدمر مستقبلهم؟ وصل الأمر إلى أن بعض الطلاب يفكرون في ترك الدراسة، وقد يؤدي بهم إلى الانحراف أو إصابتهم بأمراض نفسية. فما ذنب هؤلاء الطلاب؟ ومن المسؤول عنهم؟ لا سيما أن هناك طلبة وافدين من الخارج أتوا للتعلم في هذه الجامعة، من المسؤول عنهم؟ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والسيد وزير التعليم العالي، نتقدم إليكم لإدراك هذا الأمر سريعا، المتمثل في حرماننا من مباشرة الدراسة لهذا العام في الجامعة الإسمرية وبقية الجامعات الليبية، ونأمل منكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.